خويا اخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى من الله العلي القدير تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده وفي احسن الاحوال. نشكركم من هذا المنبر جزيل الشكر على الدعم والشجاعه قامتكم متواضعه. تحياتي للجميع ومرحبا بالجميع. ما شاء الله كما كتشوفوا المعذره غادي مصورين دابا طالعين الكوري راه هو فين كاين. دابا راه كنخرجهم لهاد الارض هادي كاريها مول الشي. وبغيت نتكلم لكم ان شاء الله على حساب على قبل هاد الملاغينيو، لانه الناس بزاف تيسولوني على حساب شمعز الملاغينيو عنده كيتلقى حتى تكون عملية التزوج على دور السنة ولا غير عنده غير واحد الموسم واحد الوقت مثلا بحال الألبينو والصانين. هاد المعلومة راه مهمة نوصلها للإخوان اللي ما عندهمش تجربة في هاد المجال ديال تربية المعيز، خصوصا عندنا في شمال إفريقيا عندهم تربية المعيز الألبين والصانين. وكاين الإخوان اللي مبتدئين ما عارفينش بالضبط الموسم ديال التزاوج في السنة اللي ممكن تزوج فيها هاد السلالة ديال الألبين والصانين. بغيت نوصل لهم المعلومة إن شاء الله. أولا بالنسبة للمراكيني والمرسيانو على دور السنة ممكن يتزوجوا على دور السنة من تقريبا من شهر 4 من ابريل حتى نوفمبر. من ابريل حتى نوفمبر كيكون التزاوج بالنسبه لهاد جوج سلالات المورسيانا والمراغينيا. حتى مارس كذلك. ونصحكم بالنسبة لجوج السلالات في شهر ديسمبر ويناير من الأحسن تعزلوا الفحولة، لأنهم غيولدوا في فصل الصيف. فصل الصيف كما كتعرفوا كتكون الحرارة بالنسبة للولادة كيكون الإنتاج ضعيف ديال الحليب، والجدين تاهما مكيترباوش في صحة جيدة، كتاكلهم نقولوا الشمس كتاكل دوك الجديان الصغار، قدروا يتوفاو. هذا في هاد الأشهر نصحكم باش ما تلقحوش المعز، ما تلقوش معاهم الفحول. وبالنسبة لإخوان الألبينو والصانين راه كتبدا مرحلة التزاوج، الوقت المناسب هو شهر 9 سبتمبر وشهر 10 كذلك تقريبا حتى شهر ما عرفش بالضبط حتى شهر 11 ولا شهر 12 في ديسمبر. هادو هما الاشهر اللي كيتوقع فيهم هاد جوج السلالات، هادو مختلفين على المورسيانو والمالاغينيو، لانه بزاف ديال الاخوان ما كيعرفوش كيكونوا مبتدئين ما عارفينش داك الموسم بالضبط ديال التزاوج عند هاد الجوج السلالات اللي قلت لكم مورسيا الألبينو والصانين. وتيكونوا صعاب تاهما حتى في التزاوج، ماشي بحال الملاغينيو والمورسيانو دغيا كتكون عندهم الخصوبة ما شاء الله وهي كيرفدوا. وما تنساوناش الاخوان الله يجازيكم بخير، دعمونا بلايك ضغطوا على زر الاعجاب. الاخوان اللي اول مره كيشوفوا القناه ضغطوا على زر الجرس، شاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. مرحبا بكم مرحبا بالجميع. هناكي فالنتينا راه ما كتحبش نشيطه
كثار من اكثر من لايكه، لايكه ما شاء الله عليها. اللي تيعجبني في هاد لايكه هادي كتمشي مور المعز، يكونوا فين ما بغا يكونوا، مخشيين في الغابه كتجيبهم حتى لعندي. السله دابا مثلا انا هنايا المعز راه في الغابه، وتمشي تخرجهم من تمايا وتجيبهم لعندي، سبحان الله العظيم. هو حاليا دابا مع راهم ضارات، راهم حامل، ما نقدرش نبدا نخدم الكلبه بزاف، داك الجري وباش يتزاحموا وداك الشيء راه ماشي مزيان ليهم، يقدروا يطرحوا. هادو دابا خصني المعز يكون هادئ وكيتمشى غير بشويه، ما خصهمش يجريو، خصهمش يدخلوا ماشي شي باب ضيق، كلش داك الازدحام عندهم باش ما يطرحوش. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله على جو، هذا من فضل الله. كتاكل واحد الميكا، الميكا راه ماشي مزيان، راه كدير لهم تسمم. انك عليك ويرا كابرا، خصهمش ياكلوا الميكا. حضر دائما مع المعز الاخوان، تعجبو الميكا تيموت عليها. هناكي دارا كيطا تعجبهم حتى تزقهم كما كتشوفوا، تزقهم حتى هو راه كيدير واحد الحب بحال النبك. كما كتشوفوا هاد الحبيبات اللي كيدير، سبحان الله العظيم، راه بحال الشكل ديال النبك، والشكل ديالو هو راه بحال السدره حتى هو. كثير في هاد المزرعه هادي اللي فيها المعز دابا حاليا، راه كثير فيها الزقوم هذا. في فصل الربيع ملي تيكون داير الزقوم، راه تيجيو الاسبان تيحيدوه، راه تيتكالو، هو تيتكالو، تيوصل الثمن ديال الكيلو حتى ما بين 7-8 اورو، بين 80-70 درهم تيدير الكيلو الزقوم خضر طري. تيجدوا في شهر 3 الفوق، ملي تيبدا العام يسخن هذا كيوجد. ما شاء الله حتى انا راه تنديروه، تيجي في واحد طارطة ديال البيض، طرطية تيقولوها، طرطية، طورطة ديال البيض مع الزقوم هذا، كتجي ما شاء الله، ما يقنعش الانسان منها، داكشي طبيعي. العشب هنا راه موجود، لان هاد العشب هذا الاخوان راه البقر ان شاء الله ملي غيولي لهاد المزرعه هو اللي غياكل هاد العشب هذا. كما كتشوفوا دابا المعز راه كيدرسو، كيتدرس مع المشي ديال المعز عليه، صافي كيجيهم من بعد في المرعى كيجيهم ساهل.
شي بحال فاش كيكون واقع هكا. الاخوات نتمنى نكون على حسن ظنكم والفيديو نال اعجابكم. تشكركم هذا المنبر دائما جزيل الشكر على التعاليق الجميله وللدعم والتشجيع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.